السلام عليك يا علي بن المسرس. ایوان تو روی شانه خورشید است، گلدسته تو نشانه خورشید است، چشمش که به گنبد تو روشن شد ما دریافت که خانه خانه خورشید است. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على أنيس النفوس علي بن موسى الرضا. السلام على زوار الإمام الرضا ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والإيمان والتوفيق والطاعة والرضا لرب العالمين. يجعلنا الله وإياكم من المقبولين في هذه الليلة، ومن الذين ينظر الله إليهم نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة من عنده. ثلاثا، صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في أرضه صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين، آمين رب العالمين. حاسب النفس حسابا صادقا، حاسب النفس حسابا صادقا علها تنجو وتحظى الخيرات، لا تدعها في طريق مظلم تغفل القصد وتنسى الحسنات، وارعها يا في كل آن ذاكرة ضغطة القبر وأهوال الممات، واعمل الخير تجده سلما يرتقي فيك لأعلى الدرجات، واترك الشر ولا تدنو له، كل من داناه لاقى الحسرات، إن من يزرع يجني ما نوى، إن من يزرع يجني ما نوى، جل من يبصر أخفى الخافيات، مغرور مغرور أيام سنين وكل بيتي، ليلة موعظة وأنت بجوار الرضا، فقط افتح قلبك، آه يا مغرور مغرور أيام وسنين وكل بيتي، النهاية الموت النهاية الموت، مهما العمر لو طال والله لو طال يا مال، ونرجع للأصل ونصير من طين مغرورين، نسينا نعيش طول العمر خطاب، نسينا نعيش طول العمر خطاب، ومن طبع الضيافة يا عم باقي،
يجينا الموت مهما طول الأيام، ويروح النفس منا وتغمض العين مغروري، وتصير جنازة بين الأهل ممدود، وويله وتصير جنازة بين الأهل ممدود، ويرحمك من يسب لك الإيدي. مغرور بني آدم لو ما مغرور، ويغسلونك بماء الطهر مرات، ويقمطونك قماط العمر مرتين. مغرور اسمعها زين، ليلة قدر وأنت عند الإمام الرضا، تفارق تفارق خلتك وأهلك والأحباب، تفارق خلتك وأهلك والأحباب، وش قد عندك قساوة تصير مسكين بتابوتك نميت وبصحبة الجنات. شلون منظر هذا؟ شلون صورة هذه؟ تابوتك نمت وبصحبة الجناز، مستعجل يشدك بالحبل زين. يا وصلت المقبرة وآخر اللحظة، عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. خلي هاي دمعتك دمعة خشية، دمعة استحياء، دمعة خجل من الله تبارك وتعالى. وصلت المقبرة وآخر اللحظة، لقيت القبر جاهز والمفر وين؟ صعبة صعبة من رحلت من عتبة الباب. اسمع الحقيقة، اسمع القرآن والرواية شنو تقول. اي والله صعبة من رحلت من عتبة الباب، والله من عتبة الباب قضى عمري عبالك رمشة العين. شباب أولادنا وبناتنا اسمعوا هذا البيت زين، اسمعوا زين هذا البيت. يا ما عفت أم وأبو يشموع الأيام، دير بالك على أبوك، دير بالك على أمك، ما يردون شي ترى. شنو الثمن اللي يردوه في قبال الرحمة اللي الله عز وجل ينطيها في بر الوالدين؟ اسمع الأب شو يقول، شو يقول له للولد. يا ابني يا ابني أنا ردتك علي تهيل التراب، اي والله تهيل التراب، وترد عني يا ابويا وحشة الغياب. هذا الأبو. أما اسمع الأم، الأم مصيبتها مصيبة، تقول لنا ردت أيامك نعشي على متونك تشيل، أكيد الأم احترق قلبها، أكيد
أكيد الوالدة احترق قلبها. أنا رجاء يا مايك نعشي علمتونك تشيل، والله تشيلة تشيلة وتراب اللحد بيدك تهيل. ليلة قدر هو وإحنا بجوار ضريح الرضا عليه السلام، اقروها بأنة العراق، بأنة العراق هاي أنة العراق تساعد شوية على العبرة ووراها الحاجة تقضى إن شاء الله. شو تقول الأم؟ شو يقول الأبو سوى؟ إي ربيت الولد وش قد تعبت عليه. اي والله تعبت عليه، قلت يكبر وليد وتندفنه. اقروا هسه، اقروا جميعا جميعا اقروا حافظينها. الاب والام شي يردون؟ ولا مال ولا مال ردك ما رد. اي عبر عبر ليلة القدر، والله ولا مال تحضرني لو وقع حملي، ولا مال يا ابني خابت ظنوني. الله يا الله، أنا بليلة القدر أنا، والله يا ابني خابت ظنوني، ولا مال وقت الضيج ليش قطعت بي. يا وقت الضيج ليش قطعت بي. عفت أم وأبوي شموع عليها، ونمت ظلمة يا يما بين ميتين. اسمع الرسالة، الولد يوديها الأمة من قبره من عالم البرزخ. شي يريد الولد؟ يا يما يا يما مر على القبر حركي للتراب. يا يما مر على القبر حركي للتراب، التراب ومن جدامك اريد الرحمة تنطي. مغرورين ايام وسنين وكنا ميتين، انا لله وانا اليه راجعون. قال الراوي سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وهو في جوف الليل يتململ تململ السليم ويقول آهل من قلة الزاد ووحشة الطريق وبعد السفر وعظم المورد. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ثلاثنا الصلوات بأعلى الأصوات. السعي مشكور من العاملين ومن الحاضرين، وإن شاء الله الذنوب مغفورة والعيوب مستورة والحوائج مقضية بحق أنيس النفوس علي بن موسى الرضا. هذه الجهود الطيبة من الجميع
هي جهود الفلاح والأرض، جهود العاملين والواقفين والحاضرين جميعا. هذا الجهد المركب، الجهد الجماعي، هذا المظهر وهذا المنظر الذي يفرح به الله تبارك وتعالى عندما يراه من عباده، ويفرح به أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويفرح به بالذات إمامنا المهدي عجل الله فرجه الشريف، وهو اجتماع الأبدان واجتماع الأرواح واجتماع القلوب. وهذا الحديث وهذا الذكر وهذه الملاحظة والإشارة هي من باب أما بنعمة ربك، هذا لا بد أن يذكر ولا بد أن يشار إليه، لأن بصراحة نعمة، نعمة كبيرة تستحق الشكر. أولا في ضيافة إمامنا الرضا عليه السلام، وفي ضيافة هذا البلد الإسلامي إن شاء الله، وفي ضيافة العاملين جزاهم الله خير الجزاء. وأكيدا الله تبارك وتعالى ينظر إلى القلوب إذا اجتمعت، وإلى الأبدان إذا ائتلفت. الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم، إشارة لأجل التذكير بهذه النعمة، إشارة لأجل إلفات النظر بأنك في نعمة كبيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم هذه النعم، وإن شاء الله تحفظ هذه النعم. لئن شكرتم، أمير المؤمنين يقول: وبالشكر تدوم النعم. وأيضا في دعاء كميل: اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. إذن إشارة إلى هذه القلوب الصادقة والأبدان المجتمعة والأرواح المؤتلفة في ضيافة إمامنا الرضا. هذه الليلة ليلة الاعتراف بالتقصير، وليلة الاعتراف بالذنب، وليلة التضرع إلى الله عز وجل. معرفة الله وعبادة الله دين يدان به الإنسان مع ربه. الأعم الأغلب في البشرية هم جاحدون لحق الله عز وجل. اقرأ معي في كتاب الله دقائق قليلة نتعظ بها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، من القائل؟ الله عز وجل. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أكثر الناس لا تؤمن بالله، تأريخ البشرية حافل بالكفر والجحود والتقصير في جنب الله عز وجل. آية أخرى، بسم الله الرحمن الرحيم، وما قدر الله حق قدره. آية أخرى، بسم الله الرحمن الرحيم، وقليل من عبادي. الله عز وجل يشير إلى هذا المعنى، الإنسان حتى يعترف بتقصيره إلى الله وأمام الله يحتاج إلى توفيق، ويحتاج إلى قدرة إيمانية وعقائدية في داخله حتى يعترف. إذا اعترف بالتقصير سيكون ذلك محرك ودافع للعبادة ولإعطاء حق الله عز وجل. يقول إمامنا الحسين عليه السلام، أرجوكم رجال نساء شباب احفظوا هذا الحديث، هذا الحديث من يحفظه، من يفهمه، من يطبقه يكون على طريق النجاة والسعادة. يقول إمامنا الحسين عليه السلام: ما خلق الله الناس إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة غيره. شوف شلون مراحل يقسمها الإمام الحسين، يحصر سبب الخلقة وسبب
كما يقول القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا إمامنا الحسين يقول ما خلق الله الناس إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة غيره. ثلاث مراحل: تعرف الله، تعبد الله، تستغني بعبادته عن عبادة غيره. غيره شنو؟ اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إله الهوى غير الله، وهكذا باقي الآلهة. أنك تعرف الله، تعبد الله، تستغني بالله عن غيره ولا تتوجه لغير الله عز وجل. هذا أمر ليس بالسهل مع وجود إمامنا زين العابدين. ماذا يقرأ في جوف الليل؟ تأمل فيها جيدا. يقرأ في دعائه أناجيك يا موجود، يقرأ هذه الفقرة التي تؤثر في شخصية الإنسان المؤمن وتتضح حقيقتها في مثل هكذا ليلة، ليلة العبادة، ليلة التضرع، ليلة الدعاء. فيا غوثاه ثم واغوثاه بك يا الله، من هوى قد غلبني ومن عدو قد استكلب علي ومن دنيا قد تزينت لي ومن نفس أمارة بالسوء إلا ما رحم. يستغيث الإمام زين العابدين مرتين بالله من هذه الأربعة. هذه الليلة تحتاج إلى الشعور الحقيقي الفعلي بالتقصير أمام الله. لازم تشعر أنك مقصر، مهما قلت، مهما عبدت، مهما سجدت، مهما ركعت، مهما قرأت، عليك أن يكون لسان حالك هذا: يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. هذا لسان حالك، هذا ديدنك، هذا لسانك اليوم هو الشعور إلى أن يطلع عليك الفجر أنك مقصر. إن لم تشعر بالتقصير سيكون شعورك بالعجز، بالكسل، بالمنة، بالعجب، بالمان، بالزهو. يهجم عليك الرياء، يهجم عليك كل شيء يفسد عبادتك، يبطل عبادتك. حافظ على شعورك بالتقصير من الآن حتى يأذن الله تبارك وتعالى لك بالاستجابة ويستجيب دعائك. شعورك بالتقصير خليه في يدك، وحاول أن كل لحظة تذكر نفسك أنك مقصر. خصوصا هاي كلمات إمامنا زين العابدين في دعاء أبي حمزة الثمالي: أنا الصغير الذي ربيت، أنا الجاهل الذي علمت. هذا أولا. اثنين، أن تشعر بأنك فقير إلى الله. فقير إلى الله حقيقتين، وإلا مو توقع بشدة وتقول يا الله، مو توقع بمحنة وتقول يا الله، مو توقع بمصيبة فتكون فقير. لا، أن تكون فقير دائما في الشدة والرخاء، فقير إلى الله في الغنى والافتقار، فقير إلى الله دائما. اسمع كلمة الإمام الحسين بس افتح قلبك وعقلك شوية، لأن هاي كلمة يراد لها مكان تستقر به. هاي كلمة إذا أخذها الإنسان على محمل الجد، إذا المؤمن عمل بها سيجد تغير في حياته، انقلاب في أموره. سئل إمامنا الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال: أصبحت ولي رب فوقي والنار أمامي والموت يطلبني والحساب محدق بي وأنا مرتهن بعملي، لا أجد ما أحب ولا أدفع ما أكره، والأمور بيد غيري، إن شاء عذبني وإن شاء عفى عني، فأي فقير أفقر مني. هذا كلام إمامك الحسين عليه السلام. إضافة إلى شعورك بالتقصير أن تشعر أنك فقير إلى الله. من تجمع ذني الاثنين في نفس اللحظة، في نفس الآن، ستجد نفسك مندفع نحو الله، ستجد نفسك متحرك نحو الله، ستجد نفسك تنادي: يا ربي يا ربي، العفو العفو، غفرانك غفرانك، ذنوبي ذنوبي. هذا إذا تشعر فعلا بالتقصير أنك مقصر، وفعلا تشعر بالافتقار إلى الله عز وجل أنك فقير. لذلك هذا اللسان،
هذا اللسان اللي طلع منا ما طلع كرر بالليلة هاي الكلمات: أنا مقصر يا ربي، أنا فقير إليك يا ربي. هذا اللي كررهن حتى يسمعهن ذهنك ويستوعبهن قلبك وتعيشهن ولو للحظات بينك وبين الفجر ساعات قليلة، لا تعلم ماذا سيكتب لك، لا تدري ماذا سيكون مصيرك. على نياتكم ترزقون. أخلص في نيتك الليلة باعترافك بالتقصير واعترافك بالافتقار إلى الله عز وجل، واسمع كلمة أمير المؤمنين. يقول الراوي: سمعته والليل أدلى سدولة، صارت ظلمة خلص بعد ما ينشاف شكل الإنسان وتميز صفاته، يعني تشوفه بالليل ما تقدر تعرف ملامح وجهه لأنه شنو؟ ظلمة، ظلام، فتشوف شكل. أدلى الليل سدولة وهو يتململ، يئن. منين يئن علي بن أبي طالب؟ تعلم الليلة درسا من علي. يئن من حاجة، يئن من فقر، يئن من مرض، يئن من ماذا؟ آه. وآه في اللغة العربية معناها أتوجع، أتألم. من يئن علي؟ من أربعة: واحد، آه من قلة الزاد. الزاد شنو في القرآن؟ وتزودوا فإن خير الزاد طاعة الله، يعني عبادة الله، أن تكون في جنب الله. آه من قلة الزاد. وبعد وحشة الطريق، هذا الطريق إلى الله، عالم البرزخ، طريق شاق، طريق يراد له عمل، طريق الله عز وجل من ضمن الأمور اللي يتكلم بيها إجمالاً القرآن البرزخ: ومن ورائهم برزخ إلى يوم. ما عندنا تفاصيل للبرزخ في القرآن غير في روايات أهل البيت أنه طريق صعب وطريق يحتاج إلى عمل. السؤال: شو محضر لبرزخك؟ ماذا أعددت لقبرك؟ مباشر يسألونك وتتحاكم وين قضيت العمر؟ العمر يمضي وهاي ساعات تنوب وانت يومية بأمل باشر وتوب. شنه رايك تحط لذنوبك ذنوب ورايد حمولك بعد تتراكم؟ يا ابن آدم انتبه واسمع الصوت، لا يغرك ولد واموال وبيوت. جاوبني، ايش ما تريد تعيش تاليها تموت، وتدري ملك الموت ما يتفاهم. الموت ما تعلم بيا ساعة يجيك وحصتك تخلص بعد وشلون بيك يصير قبرك بيتك وينسد عليك. وآه يا ظلمة من تتلايم. اسمعها زين هاي رواية: القبر بيت الدود وبوحشته يضيج، أو لا ولد وياك لا خل لا صديج، يظل إلك بس العمل هو الرفيج ويد بيدك للقيامة ملازم. هاي الحقيقة أبوي، لا غيرها موجود. إذن طريق البرزخ أمير المؤمنين يئن من، ووحشة الطريق بعد، وبعد السفر. هذا مو طريق يوم يومين تأخذ لك حقيبة حقيبتين، هذا مو طريق ساعة ساعتين تخلص بطيارة، تخلص بقطار، تخلص بباص، تخلص ويا صديق، تخلص ويا أحد، تخلص ويا زوجة ويا ولد، تخلص ويا رفيق وما تشعر باليوم والشهر. لا، هذا طريق ما معلوم، هذا طريق طويل، طريق البرزخ. أنت وعملك، أنت وحسناتك، أنت وسيئاتك، أنت وميزانك. شوف أمير المؤمنين يدلينا: آه من قلة الزاد ووحشة الطريق وبعد السفر، وبعد وعظم المورد، عظمة الوقوف بين يدي الله عز وجل. هذا اللي يشغل بال أمير المؤمنين، ما شغل باله لا جاه ولا سلطة، ما شغل باله لا مال ولا أي شيء،
ولا منصب ولا أي شيء شغل بال أمير المؤمنين، ما يشغل باله وتسمعه يردد أرجوكم افتحوا ذهنكم لهاي الرواية. هاي الرواية تستحق الإنصات. تقول الرواية: كان أمير المؤمنين يبكي ليلة من الليالي فسمع وهو يقول: إلهي كيف بي إذا ظهرت لي سيئة يوم القيامة، أنا ناسيها وأنت محصيها. هاي الحقيقة. إلهي شلون لو يوم القيامة تطلع الصحيفة علي، فرد ذنب مسجل، فرد سيئة مسجلة، أنت محصيها علي وأنا ناسيها، ما استغفرت منها، ما تبت من عندها. هذا اللي يخلي الإنسان أمل بمن يعلق بالله عز وجل. ليلتك مع الله، ليلة توجهك مع الله، ليلة تضرعك إلى الله، اعترافك بتقصيرك إلى الله، اعترافك بذنبك إلى الله. خلي شوية نحكي بصراحة أكثر، وإحنا الآن في محضر مبارك ما يقبل منا إلا قول الحق. إحنا ما نعتمد على أعمالنا، ما نقدر، أعمالنا ما جاي يساعد. المعصوم يقول: ما أنا وما خطري. المعصوم يقول: أعمالي لو مقبولة لو مرفوضة. فخلينا لا نركز على أعمالنا وأننا قمنا بشيء، لا، خلي نقدم شفاعة، خلي نقدم شيء هو مضمون القبول عند الله، خلي نقدم شيء أبداً ما يرد عند الله أبداً. خلي شوية نقدم بين أيدينا شيء، هذا الشيء إذا قدمناه لا يخيب سعينا أبداً ولا يقطع رجاءنا. شنو هذا الشيء؟ جيتك يا الرضا ومتعني للحضرة. قدم إمامك الرضا بين يديك. أريدك هسه بس تفتح قلبك، ها خلي أقرأ لك هاي كلمات المناجاة وتساعد على الدعاء وتساعد على القبول، وبعدين نقرأ المصيبة. جيت ياك يا الرضا ومتعني للحضرة. إيه كلكم قاصدين أبو محمد. جيتك يا الرضا ومتعني للحضرة، وريد ببابك أنا أسجب العبر. خلي أحكي عنك، أنت بس افتح قلبك وناجي. جيتك يا الرضا ومتعني للحضرة، والله متعني للحضرة، وريد ببابك أنا أسجب العبر. على كيفك، على كيفك. راح أقرأ لك على زينب بعد قليل بيت بيتين، بس هاي أبيات للعبادة، للطاعة، للتقرب إلى الله. جيتك يا الرضا وجايب هموم وياه. يلا وينكم أهل البحرين؟ همومكم ثقيلة. أهل الحسا، أهل القطيف، بويا أهل لبنان، أهل العراق، يلا يا الزوار الهموم ثقيلة. جيتك يا الرضا وجايب هموم وياه، والله جايب هموم وياي، واشك بحضرتك من جار كل دنيا. يا وابكي بنص ضريحك مو دمع مولاه، انا ابكي لك هموم بلوعه وبحصره. اجيتك يا الرضا ومتعني للحضره، وريد ببابك اسجب، وريد ببابك أنا أسجب العبر. اسمع. جيتك يا الرضا ويتفايض المدمع. شوية هدوء، هدوء، راح أقرأ لك بيت يراد له هدوء.
كلش هدوء كلش هدوء. حاول جيتك يا الرضا ويدفاه يظل مدمع يا الرضا رايد حاجتي اخذها من اطول عليك إبداعة الرضا يفشلك الرضا يخيبك الإمام الرضا ها هو هذا هذا روحنا يلا جميعا اسمعها جيتك يا الرضا ويدفع يا ظلم دمع والله يدمع يا أحيا رايد يا الرضا حاجت من أطلب جيتك يا الرضا ويدفع يا ظلم دمع رايد حاجتي اخذها من اطلع ما حد غيرك انت سيد اللي يشفى يا انيس النفوس يا علي يا شمس الشموس يا صوتك يا انيس النفوس يا يا شمس الشموس آه يا جيتك يا علي جيتك يا الرضا ومتعن للحضرة خلي نقرأ لبيت لعمته زينب ونتوجه للدعاء لرفع المصاحف هذا بيت عمته زينب شو نقول له للإمام الرضا نقول له عمتك زينب واقفة في موقف حيرتها ما إلى مثيل أبدا شلون رأس الحسين على الرمح والجسد على الأرض وأريد أسئلك أنت أسئلك قبل لا أقرأ شو تقول زينب تبقى يم الجسد لو تروح ويا الرأس حيرة لو مو حيرة تقل ظل يم الجسد يا حسين راسك من يروح وياه أظل يم الجسد يا حسين راسك من يروح وياه اسمع أروح ميسر ويا الراس جسمك من يدفن يلا ابويا انا اضمن لك اضمن لك اذا تقرا اضمن لك اذا تقرا وياي حاجتك تقضى ان شاء الله ايش قالت له زينب ايش قالت له قل له ولا ابت ولا ابت بالبرهامه عيالك خويا بالبرهامة عيالك ولا أبت ولا أبت ولا خيمة البعد عندي لا خيمة لا خيمة البعد عندي ولا أبيت لا أم سبت مثلي بويا أنا وبليلة القدر ويم الرضهان والله لا أم انسبت مثلي ولا أبت والله ولا أبت وأنا مخدرت حامل حمي هي هي وأنا مخدرت حمي هي الحمي هذا البيت أنا قرأته في صحن أبي الفضل ومجرب هذا البيت بس هذا يحرق القلب لأن شوية كنت تنظر إلى صحن العقيلة زينب إيش قد موحش أريدك تعيش هذا البيت مد إيدك اطلب حاجتك وإنت السمعة افتح قلبك اعتذر إلى الله بالتقصير اعترف إلى الله بالذنب افتقر إلى الله واسمع شوية بهداوة انت تعبان وقريت هواي بس شويه الكلمه خليها تدخل الى عقلك وقلبك اي والله دارا
لك دارات يا زينب وين تالي الدهر يا زينب يا زينب وين تالي الدهر دارات بقت موحشة ومظلمة والله دارج دارج عقب عباس منه الإجر والله دارج كنت مدللة وصرت سبية يا يا كنت مدللة وصرت يا 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 سبية يا الله ثمرة العمل ثمرة التوجه ثمرة الدعاء خلي القرآن مفتوح بين يديك أولاً هاي الكلمات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب يا سميع الدعاء يا الله يا سميع الدعاء يا الله يا من لا يخيب من دعا يا الله يا من لا يقطع رجاء من رجاء يا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار اطلبوا حوائجكم وضعوا القرآن على رؤوسكم يا الله يا الله اطلبوا حاجتكم اللهم أرني الطلع الرشيد والقر الحميد واكحل ناظري بنظرة مني إليه لا تفرق بيني وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا اطلبوا حوائجكم اذكروا إخوانكم المكروبين اللي في شدة اللي في محنة شيعة أمير المؤمنين في كل مكان يا الله القرآن على رؤوسكم اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك عشر مرات بك يا الله بك بك يا الله 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 عشر مرات بمحمد 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 بعلي 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 بفاطمة 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 بالحسن 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 بالحسن
بالحسين بالحسين بعلي بن الحسين بعلي بعلي بن الحسين بعلي بن بعلي بن بعلي بن بعلي بن الحسين بعلي يا الله بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد بجعفر بن بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد يا باب الحوائج بموسى بن جعفر بموسى بن جعفر بموسى بموسى بن بموسى بموسى بن جعفر يا مولاي الرضا بعلي بن موسى بعلي يا الله بعلي 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 بن موسى بعلي بعلي بن موسى بمحمد بن علي 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 بعلي بن محمد بعلي بن محمد بعلي ابن محمد بعلي ابن بعلي 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 ابن محمد بالحسن ابن علي بالحسن ابن علي بالحسن ابن بالحسن ابن علي بالحسن صوتك بالحسن ابن علي بالحسن ابن علي بالحسن ابن علي بالحجة 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 يا الله مد يديك وافتح قلبك اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر لحظات مهمة هذه من الأمر المحجوب وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر وفي القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري
وتوسع علي رزقي وتفعل بي ما أنت أهله. اللهم لا تدع لنا في هذا المشهد المكرم والمكان المعظم وفي هذه الليلة وفي هذه الساعة ذنبا إلا غفرت ولا همّاً إلا فرجت ولا عيباً إلا سترت ولا رزقاً إلا بسطت ولا ديناً إلا قضيت ولا خوفاً إلا أمنت ولا سوءاً إلا صرفت ولا عدواً إلا دفعت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. ارفع صوتك ثلاثاً عجل لولي عجل عجل اطلبوا حوائجكم يا الله يا الله. نسألكم الدعاء أيضا، ادعوا للعلماء يجعل هذا البلد آمن، ادعوا لإخوانكم في العراق والبحرين والسعودية ولبنان. الله يحفظ مقام السيدة زينب، اللهم يحفظ مقام السيدة رقية، ادعوا لشيعة أمير المؤمنين في كل مكان في العالم يا الله. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، المرضى لا تنسونهم، وأصحاب الذرية اللي يطلبون ذرية لا تنسونهم. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الهدى والإيمان، أموات الحاضرين والسامعين والعلماء والشهداء والصالحين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. در آخرین قسمت سخن خوبه به این نکته توجه کنیم که وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه مانند سایر ائمه اطهار و اولیاء خدا عنایت ویژه‌ای در هشدار دادن اطرافیان خود به امام عصر مهدی آل محمد علیهم السلام و قیام اون بزرگوار داشته. در حالات اون بزرگوار نقل شده که راوی میگه خدمت اون حضرت رسیدم، ایشان از من پرسیدن تو در قنوت نمازت روز جمعه چه دعایی رو میخونی؟ من دعایی رو عرض کردم. امام فرمودند که این دعا رو در قنوت نمازت روز جمعه بخوان، که اون دعا در مورد فرج امام است صلوات الله علیه و دعا کردن برای اون بزرگوار است به این که خداوند زودتر امر اون حضرت رو اصلاح کنه و فرج اون حضرت رو تقدیر کنه و دولت کریمه اون بزرگوار رو برپا کنه، که این دعا با این عبارت شروع میشه: اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسلك الى آخره. که این نکته برای همه ما قابل توجهه، وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه که جد امام زمان صلوات الله علیه حساب شده، در این حال از همون زمان امام رضا دست به دعا برداشته بودند که خداوند بستر ظهور اون حضرت رو زودتر فراهم کنه. ما همین دعا رو با هم میخوانیم: بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم بما أصلحت به أنبياءك ورسلك
وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني إنك على كل شيء قدير.